النصاب الأساسي هو الشهوة الجنسية. نعم. فلمحاربة الظاهرة هذه نمشيو للسبب الرئيسي هو الشهوة. الشهوة دواء محاربتها بحلين، حل إيماني وبقدرة الله يعطي نتيجة على مدى طويل لأنه حب شوية خدمة. أما الحل الثاني هو الحل القانوني اللي تظهر نتائجه على المدى القصير. نعم. يعني القانون يجب يكون صارم. كما البضاعة اللي ما تحبش تتباع تغلي في سومة. تغلي في سومة أكثر منها برشا ما عادش تتباع. أنا كي نعطي معناها القانون اللي شرعه ربي سبحانه، الحد اللي شرعه ربي، يعرف المقتصد أنه كي باش يعمل الحركة هذه باش يدفع ثمن غالي برشا. هذه ينجم يحد وتظهر نتائجه، لكن كمان تظهر وينقص معناها الاقتصاد والعلم لله. أما بالنسبة للإيمان فمرتبط بالالتزام بالشرع، لأنه الشهوة هي غريزة جنسية موجودة في الإنسان. الغريزة هذه تخدم على ثلاثة عوامل تتصل بالخارج، هي العين. نعم. يزن به الإنسان، الأنف يزن به الإنسان، والأذن. يعني الإنسان والرجل أيضا ينجم بعينه. نعم. يوصل لعملية زنا واغتصاب نجم بالأنف، شم ريحة طيبة كي والروائح وما شنو برفانات أكثر من اللازم، أو بالأذن. هذوما الثلاثة ينجم يوصلوا للزنا. فالإيمان الإنسان يقوى حينما تقوى علاقته بربي سبحانه. وعلاقة الإنسان بربي هي ثلاث: الخوف والحب والطمع. الخوف من الله وحب الله والطمع في رحمة الله. نعم. أي ما عاشت ما في حتى شيء آخر، يعرف ربي شيء محضر ليوم القيامة. نعم. في الجنة. وعلاش ربي يوصف العملية في الجنة أكثر من مرة، كواعب أتراب وحول العين وكذلك حب الله حتى لا يستوي حتى حب. نعم. وهذا اللي ركزت عليه أنت كثيرا سي شادلي، الجانب الإيماني والجانب القانوني. تحدثت وأطنطت القول في الجانب الإيماني، وتحدثت كذلك وأشرت إلى الجانب القانوني. لابد أنه أيضا مع بعضنا الناس الكل نشوف نظرة القانون إلى قضية الاغتصاب، كيف تعامل معها، كيف حما حقوق المغتصبة. قانون خاطر ربما نخليه لأهل الاغتصاص. أي وهذا هو اللي حبيناه حتى أي احنا أيضا. أي لكن بالنسبة للجانب الإيماني الزنا. أي. أنا نعم. واضح واضح. الملاحظة الفنية. نعم. تأثير الزنا على الفتاة، تأثير الاغتصاب، تأثير مر، ولكن لها حلين لا ثالث لهما. ما هما؟ يقعد الإيمان إلى أن الحل لولاني هو اتصالها بربي، وهو الجانب الإيماني. نعم. وقيام الليل به، هذا الجانب الإيماني. أما الحل الثاني فترك الأمر للزمان، للزمان. يعني أي شيء مع الزمان يفطر ويبلو، تركها للزمان. هو السيشادي هذا رأيك الحكاية ذيك اللي تبدأ معناها شو تبدأ سخونة بين الناس. أي. 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 لكن بطول الزمان تعمل على ربي سبحانه وتثق في الله ونعم بالله. هو صحيح بقيامها قيام الليل. نعم. والصيام، ولكن ربي على كل شيء قدير. به، هذا الجانب الإيماني وهو مهم ونعم بالله. أيضا الجانب القانوني، فما حقوق لهذه المغتصبة، وهذه الحقوق مش نحاول نتعرف عليها معك أنت ومع الأساتذة الأجلاء ومع مشاهدينا، مع عينة في روبورتاج مش تكون موكولة إلى السيد محمد بوزويتين المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية صفاقس 2 مباشرة في هذه الشهادة لحقوق المغتصبة وكيف يتعامل القانون مع قضية الاغتصاب. هل هناك قانون يحمي المغتصبين؟ نعم، التشريع التونسي لا يخلو من نصوص عديدة تجرم الاغتصاب. في الحقيقة التشريع التونسي عندما يتحدث عن الاغتصاب ويتحدث تدقيقا بحيث الصيغة القانونية على جرائم مواقعة أنثى، والمشرع التونسي ميز بين مواقعة أنثى برضاها ومواقعة أنثى بدون رضاها. بعبارة أخرى، المشرع التونسي خذا عنصر الرضا بعين الاعتبار، وهذا معقول جدا. والمشرع التونسي اعتبر أنه
معاقد أنثى بدون رضا أعطى فيها بعض الصور وسند في ذلك إلى عنصرين، إلى عنصر الوسيلة المستعملة من جهة ولا عنصر سن المجني عليها. من ذلك المشارع التونسي يعتبر أن معاقد أنثى غصبا باستعمال العنف والسلاح جريمة يمكن يصل فيها عقاب إلى الإعدام. المشارع التونسي كذلك رتب نفس العقوبة إن كان سن المجني عليها دون 10 أعوام كاملة، لأنه من قتل البراءة إنه الجاني يغتصب فتاة أو طفلة لم تبلغ بعد سن 10 سنوات. ومن جهة ثانية حكى المشارع التونسي قال وفي بقية الصور الأخرى لما يقعش فيها استعمال السلاح أو العنف أو ما يكونش فيها المجني عليها دون 10 سنوات اعتبر إنه العقاب يكون بالسجن بقية العمر. هذا بالنسبة إلى معاقة أنثى بدون رضا. لكن عندنا كذلك صورة ثانية هي أن تم هذه المعاقة برضا المجني عليها. وهنا المشارع التونسي كذلك اعتمد أو ميز بحسب سن المجني عليها، فاعتبر أنه إن تعلق الأمر بأنثى سنها دون 15 سنة فالعقوبة يمكن أن تصل إلى 6 سنوات سجن. أما إن كانت المجني عليها سنها يتراوح بين 15 سنة و 20 سنة فيبقى الأمر متعلقا بجنحة ويكون أقصى عقاب 5 سنوات. يمكن الإضافة للمشارع التونسي منها إضافة في الفصل 227 مكرر ينظم فيه معاقة أنثى بالرضا هو اعتباره أنه زواج المجني عليها زواج الجاني بالمجني عليها يوقف التبعات. باختصار يعني وقت نحبوا نلخصوا شو نقولوا، ويقولوا أنه المشارع التونسي كان صارما وصرما تثبت أنه صلب بالعقاب للإعدام. تقول الإعدام تعرف معناها أنا بتصور إنه معناه المشارع التونسي يوصل إنه يوازي بين جريمة المواقعة غصبا مثلاً وجريمة القتل المسبوق بإضمار أو القتل مع سابقين القصد. إحنا نعرف مثلاً القتل مع سابقين القصد عقوبة الإعدام. المشارع التونسي ارتفع وارتقى بحمايته التشريعية لكل من يتعرض إلى عملية مواقعة بدون رضا، وخاصة إن كانت هذه المواقعة تتم بحسب أحد الوسائل التي تعرضت لها سابقاً، فالعقاب يمكن أن يصل للإعدام. هذه نظرة القانون إلى موضوع الاغتصاب، وأكيد تنظيمات في القانون الوضعي بارزة لحماية المغتصبة، ولابد أن تحفظ حقوق هذه المرأة المغتصبة. نواصل معكم مشاهدين الأعزاء مع مكالماتكم مع تليفوناتكم لتوصلنا. أخونا الساسي من صفاقس، مرحبا بك الساسي. مرحبا بك عائشة. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم برنامج وانا قدمته. يا عائشة كيسيس. والله في موضوع. ألو. نسمع فيك كيسيس. والله في موضوع البرنامج اللي عديتوه هو بالحق برنامج نحضرش أو برنامج لازم شوية عناية. من ناحية البرنامج هذا والاغتصاب واللي قاعد يتعدى على قناتكم المفضلة، ثم حاجة لاحظتها أنا في العام الأول مثلا، هذه بنية مثلا تقرا في الليسي نمشي 6 نتاع العشية ما تلقاش حماية في الليسي، ما تلقاش حماية في الشارع، ما تلقاش حماية لا من رب البيت. ألو. نسمع فيك. نسمع فيك. ما تلقاش حماية لا من رب البيت مثلا، لا من امن، لا من حتى شخص يكون متعدي تيشوف بنية ولا يشوف شباب ودم الليسيان ولا يشوف حاجه مثلا تخيط بالعمل هذا، ما نجمش يتكلم، ما نجمش يمزح، كما نقولوا ما عندهاش ترخيص، ولكن نتكلم نبقى مسؤوليه، ولكن كون نقول حاجه نبقى في مسؤوليه. هذه متها يرجع النظر حتى شوي للامن، خاصة البنات اللي سي، خاصة البنات اللي يقروا في الليسي، الولاد اللي يقروا في الليسي. عام الأول عندي بنية مشات باش تقرا 2 ساعة، الأستاذ نتاعها ما جاتش. وين خلاها؟ خرجها من الليسي قط في الخور البر. مش كان هي وحدها، برشا أولاد موجودين. ينجم يكون أعوان التربية ينجم يكون زاد. ألو. نسمع فيك يا سيس. يلزم يعتنوا شوي. يحافظوا على كل الصغير التلميذ اللي ما جاش المربي نتاعه، خاصة نحكوا جميعا ديما على الفتاة. نعم. ديما على الفتاة.
ما يخرجهاش من الليسي مثلا، شي خلاها لبرا ماجستير السلام تاعها تبقى لبرا. وفعلا ودخلت ويعني وطيتهم توعية، ثم راهو مش معقول، قلت لها ما تعرفش شيء، وخاصة العشية وقت الخروج التلامذة تعد بالعشرة وبالعشرين شاب على المطورات، يبدا غير ما يخرج البنات من السي امشوها وتعدوا امشوا، او واحد كيف، او واحد زمره، او واحد يضيقها على الكيات، شكون ماشي يتكلم ترى؟ ينجم الامن يتدخل في العلاية هذيك، يفرق المجموعه هذه، ينجم مثلا الاب وقت اللي يجي البنت كي يتكلم يلقى حق، شو يقول انا اش كلمك فيه، ولا ينجم يقول له دخلك بي يعني، هذه قاعد نشاهد خاطرني عندي صغار يقروا في السي. نعم. حتى المدرسة الابتدائية. نعم نعم. أو اسمعني. خدمتي بقى أبسط الحاجات. أي نعم. خدمتي هنا مثلا مقابلة شوف البنات، شوف الأولاد، شوف برشا مظاهر. آخر مرة والله كنا نحكي لك قصة، والله العظيم قصة شاهدتها بعيني، مش حكوا لي عليها. باهي خلينا نسمع كشاهد عيان. وبنية عمرها في 13 سنة. إي. خرجت من دارها مع الأساس ما نعرفش إيش قلت لها، ودخلت للباب هذه في سوق. ما حست مسكينة براحة كانت تسلطة ولا هزز أولاد، لا بو لا أخو لا ما حتى شكون. شفت هني تقرأ مع بنتي وتعرف منكم بالوجه، جاتني قلت لي يا عمي راهو الرد هذا هيك، هي ما شجعتهاش على الموضوع. قلت لها أنت أش خرجك من الدار؟ شاورتي أمك؟ شاورتي أبوك؟ شاورتي أخوك؟ لا قد جيت نعمل في دورة. إذا شكون تعمل في دورة؟ قلت لها بدنا شكون؟ لو أني مشيت وقلتها لبوها ولا قلتها لأمها ممكن تولي لي مشكلة أخرى. نعم، واضح يا سيسي، بارك الله فيك على التدخل، وخاصة على الملاحظات اللي أبديتها، واللي ربما تراها أنت من العوامل اللي تيسر الوقوع في المحظور، ومن الممكن أن نتجاوزوها جميعا، كل واحد من موقعه يحاول أنه يحيط بهذه المسألة الإحاطة التامة حتى نتجاوز ذلك. تراشي أستاذ أحمد أنه القواعد التربوية اليوم في بعض الأسر والعائلات ما هيش متوفرة بالأسلوب الكافي أو بالطريقة الكافية أو بما هو واجب أن يكون حتى نقلص من حدة هذا الانحراف الأخلاقي اللي يخلي الإنسان يقع في المحظور. نعم، ليس فقط في مستوى العائلات بل حتى في مستوى أجهزة تربوية أخرى كالمدارس والمعاهد ورياض الأطفال وفي أوساط المجتمع. ودائما نعود إلى وسائل الإعلام، لأن وسيلة الإعلام هي سلطة، يقول السلطة الرابعة في المجتمع، يعني عندها تأثيرها. وكم من وسائل الإعلام جنت على بعض الشباب وجنت على بعض حتى الكهول لأنها قدمت برامج وأشياء ربما تغري وربما تجعل البعض من ضعاف الإيمان ومن اللي عندهم هكا قابلية وهشاشة في عزيمتهم تخليهم نوعا ما ينحرفوا ويقعوا في الرذيلة. إذن نحن في حاجة إلى مراجعات تربوية في مستوى الأسرة وفي مستوى برامج التعليم، في مستوى المؤسسة التربوية، في مستوى تهيئة المربي لمثل هذه الأمور حتى يتسلحوا المربين ويتسلحوا معناها الوالدين بالوسائل الكافية اللي تخليهم ينشئوا التلامذة والصغيرات على القيم. نتحدث عن قيمة الحياة ونعطيه أمثلة عليها ونعطيه قصص مشوقة عليها، العفة، الاحترام، الاحترام في السلوك، الاحترام في اللباس، الاحترام في التخاطب، الكلمة النابية، الأغنية عندها دورها، الأغنية اللي تبث، الكليبات اللي قاعدة تبث في معناها القنوات الفضائية وفي معناها أجهزة التلفزيون. إذن ما هو المطلوب اليوم؟ المطلوب هو أن نتعاون جميعا على أن نرسخ تربية فيها أصالة ونبتعد عن الميوعة والأشياء اللي تشجع وتساعد. نعم. على الانجرار إلى هذه المتاهات وإلى هذه الـ نعم. الـ 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 الأشياء التي لا تليق بمجتمع عربي مسلم عنده القيم تاعه وعنده أصالته وعنده إيمانه وعنده معناها هكا الزاد
وهكي الروح الإيمانية والزاد الثقافي والتاريخي اللي نفتخر به من حاولوا باش نوصلوا إلى وضعية تخلي مجتمعنا أقل ما يمكن تحدث فيه الأشياء هذه. نعم. ونقلص من هذه الظاهرة إلى أبعد الحدود. نعم. الممكنة. نواصل مع مكالمات الهاتفية ومع تجاوبكم وتفاعلكم معنا، نحاول قدر الإمكان أنه تكون فما مراوحة ما بين التدخلات والمكالمات الهاتفية. لو سهل بخونا عبد الله من صفاقس. مرحبا يا عبد الله. مرحبا بك. عسلام سيدي. مرحبا بك. يعيشك. الحمد لله. عيشك. سي عبد الله تفضل. نسمع فيك سي عبد الله. يعيشك. بارك الله فيك. كيف تفاعلت مع هذا الموضوع سي عبد الله؟ السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا بكم. والله حبيت نسأل أنا المشايخ سي محمد المدنيني والأخ اللي بجنبه سي أحمد بوشحين. نسأل من ناحية الشرعية. أيوة. بالنسبة للزنا يكون برضاء الطرفين سواء كان قاصرين ولا بالغين، من ناحية الشرعية يتعاقب الرجل والمرأة أو الطفلة والطفل ولا يتعاقب بالذكر دون الأنثى؟ على خاطر إذا كان يتعاقب كان الرجل كان الذكر كان الطفل، معناها الأنثى نشوفه احنا في مجتمعنا، معناها الأنثى تغري في الشاب وتغري في الشباب وهي مطمئنة. علاش انا حبيت نسأل بالناحية الشرعية انذراء يتعاقبوا الاثنين الذكر والأنثى ولا يتعاقب الذكر دون الأنثى؟ وشكرا. شكرا لك سي عبد الله. اللي نعرفه أنه الزاني والزانية يا سي محمد. الزانية والزاني. نعم. يعني في دير فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بالنص القرآني. نعم. لأنهما ارتكبا الفعلة برضا منهما وتعديا حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. أما إذا ما كان الأمر بالعنف وبالقوة وكموضوع حديثنا اللي هو الاغتصاب، في عملية الاغتصاب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسوي بين الضحية وبين الجاني، فالضحية هذه لا تثريب عليها، وديننا يبين على ان راه ما تتحمل حتى اثم، وعلى مستوى القانوني كذلك. بالعكس ينبغي ان تحاطك الاحاطه الطيبه حتى تتجاوز الازمه التي عاشتها، وهكا تولي الاسره عندها دور في لان تحتضن البنيه اللي وقع اغتصابها. وكذلك الامر بالنسبه للمجتمع، والقاعده الكبيره في الجانب هذا هو الستر. يعني إذا كان وقع اغتصابها مش مجال أنا باش نحدث جاري على بنته صغيرة على بنية صغيرة ونحدث فلان يحدث فلان حتى تولي الحكاية معناها شائعة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا في الأصل، هذه العلاقات بين المؤمنين. علاش؟ نعم. لأنها ضحية وليست جانية. أما نعم. بالنسبة للجاني فإنه يتحمل المسؤولية، وينبغي أن تكون عقوبته عقوبة رادعة وقوية في مستوى الجرم الذي ارتكبه، وهو أقوى من الزنا. العقوبة لازم تكون أقوى من الزنا، ويعطي والله يبارك فيه اللي تكلم الوكيل الجمهورية على أن العقوبة بالنسبة للاغتصاب تصل إلى مرحلة الإعدام، وهذا اللي مش يخلي الناس ما يتشجعوش للقيام بمثل هذا الصنيع. وأكيد أنه المختصين استندوا في رأيهم إلى حجج، سواء كان في علم الاجتماع مع الدكتور المنصف الجيبسي، وإلا مع الدكتورة دانيا العش في علم النفس، وإلا مع السيد محمد بوزويتينا في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة الابتدائية صفاقس 2. هذه الحجج حبيناها تكون موجودة حتى نعرف الناس الكل سواء كان من ناحية الشرع أو من ناحية العقل أو من ناحية القانون الوضعي ماذا يقول أهل الاختصاص. أستاذ أحمد، المسألة واضحة بالنسبة إلى الشرع، معنا الزاني والزانية. أنا حبيت نرجع للسؤال اللي طرحه الأخ عبد الله، وكان الأستاذ محمد يعلق عليه، وأنا موافق تماما اللي قاله أستاذ محمد. يبقى فما جانب آخر للمسألة. نعم. وكأني بخونا عبد الله هكا اللي قصده هو يقول لك هذه الفتاة المتبرجة التي تعرض نفسها بطريقة مغرية على الشاب، وربما وجد نفسه في مكان اختلى بها، لم تجد مفرا من الإفلات منه، فربما ذلك العري وذلك التبرج الفاضح الذي أبدته
قد يكون هو جره إلى أن يفعل ذلك. هنا قضية المسائل تصنف، يعني ارتكاب الفاحشة شيء، وهذا التبرج وهذه مسؤولية، مسؤولية هي آثمة شرعا لا شك في ذلك، لكن لم تمارس الزنا برضاها، فإذا وقع عليها فهي ضحية، وإن كان تصرفها أدى إلى ذلك شيء، ولكن على كل حال ما كانتش برضاها وما لم تسعى إلى ذلك شيء، إنما في الأحكام الشرعية يجتهد القاضي في هذه المسألة، فقد تعزر وقد معناها تعاقب عقابا من نوع ما. واللي ارتكب الاغتصاب هذه جريمة شنيعة لها عقابها القانوني ولها عقابها الشرعي. نعم، نواصل مع المكالمات الهاتفية مع أخونا عبد السلام من جبنيانة. مرحبا بك عبد السلام. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا سيدي. يا أخي منوال مناه وسابلك معايا، مش نعطيك مناه في الدلاء كلمتين باختصار شديد. مناه قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول الولد يولد على الفطرة، والدانه وهودانه او مجلسانه ونصرانه. علاش احنا ما نشيو مكحله الا ما تسرخ المكحله؟ علاش ما نربوش اطفالنا من الصغر على الشريعه وعلى الاسلام؟ ثانيا على القيم الصحيحه. ما معناها الشباب بنا في الشارع، فتيات وفتيان، والراعي ما فماش. الرسول عليه الصلاه والسلام ينصح معناها بعض من الصحابه يقول له اعقله وتوكل على الله. ما معنى عقله؟ يعني الناقة نتاعو كي يجي معناها باش يأدي واجبه في المسجد، قال له اعقل الزين نتاعك ربطها وتفضل ادخل صلي. أما مش معناها في الا بعد الشاب يصير عمرها 19 ولا 17 عام، والشاب كيف كيف وهو متحمس في الشارع، وقتها نوليو نجريو كيفاش نصلحوا الوضع نتاع الشاب ولا الشابة. ولذا يبارك فيك مدارسنا ومساجد نتاعنا وروضات نتاعنا وفنت جميعهم متهمشين، ما فماش تربية إسلامية. ولذا يبارك فيك من داخل وملاه فنت على التربية هالناس جديدة على الأقل ملاها من الروضة، وإحنا ماشيين للتعليم العالي. إحنا روضة ابتدائي ثانوي عالي، أنا أربع مراحل في التعليم. كيفاش إنسان ملاه فنت لها شاب أو شابة توصل عمرها 17 و 18 سنة ما تعرفش سورة قرآنية، وما تعرفش ما قال الله الرسول، وما تعرفش قواعد الوضوء، وما تعرفش منها في الدلاء منها الشاب منها في الدلاء اللي هي عورة ليلو، منها تلبس عارية في العرس، منها عارية في المدرسة، عارية في الحافلة عارية. هل يجوز هذا؟ هذه تربية إسلامية؟ احنا نمشيو منها في الدلاء البيت الداء، ولا منها في الدلاء بعد منها ما يفوتوا الفوت نقولوا اختلط الذكر والأنثى؟ نعم، هكا اللي صحنا تحدثنا عن الوسائل الوقائية. نعم، صدق رسول الله فعلا. وسامحوني اذا كنت قلت عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك على تدخلك سي عبد السلام. احنا سمعنا في بدايه البرنامج من زدني علما الى شهادتين، ولابد ان نعود الى الشهادتين من خلال نظره القانون الى هذه الوضعيات بشكل دقيق. السيد محمد بوزويتينا المساعد الاول لوكيل الجمهوريه في محكمه صفاقس 2 مش يكون له الراي في نهاية هذه الحصة حتى نتعامل بشكل واضح مع وضعيات دقيقة وواضحة، ولكن أيضا أنتم حتى في الشارع كان لكم رأي، وكان لكم أيضا الرأي الفصل في التعامل مع قضية الاغتصاب، فشنو موقفكم في هذه القضية؟ كيفاش يلزمنا ننظر للفتاة المغتصبة وشنو اللي يجب يقدمه لها المجتمع؟ الفتاة المغتصبة هي ضحية، ضحية عبيد معناتها مرضى في عقولهم، يمكن يحبوا خاطر يشبعوا الغريزة نتاعهم وكل شيء. بالنسبة للفتاة المغتصبة هي بصراحة نجم تكون ضحية من ضحايا المجتمع، اللي هي ممكن ثم ظروف أجبرتها ولزتها يعني باش تخرج نعش. أنا ما نجمش نقول تنحرف، ما إلا توصل المأزق. نصور أنا من الداخلية نتاعها هي أصلا تتحس، هي تعذب في روحها يوميا، هي تحس كوني معناها مظلومة، الله غالب قضى ربي. الفتاة المغتصبة هي نورمال، هي ديجا جاية من كلمة اغتصاب اللي هو خرق للحرية والكرامة. لازمنا نقفوا معاها وما نظهرولهاش اللي هي فريمون انسانة هي اللي كانت السبب في اللي صار لها، خاطر هو سيت ان اكسيدون. بالعكس لازمنا مورالمون نكونوا واقفين معاها، ما نحسوهاش اللي هي معناتها اون فام ديفيرونت بارابور للنساء الاخرين ولا بارابور للبنات الاخرين. بون لازمنا ننظرولها كونها ضحية،
مسكينة معناتها هي ما عملت حتى شيء، معناتها هي ضحية المجتمع ولا ضحية الإنسان ما مجرم. الفتاة